وجه معاد الجوكر. دوس على البازر. سؤال بعشرين نقطة أدب، والسؤال هو: فيلسوف يوناني مؤلف كتاب الخطابة، فمن هو؟ ريتوريك. الكتاب ده دخل التراث العربي في القرن الثالث الهجري. ابن رشد وابن سينا والفارابي لخصوه وشرحوه. كتاب الخطابة. كريم أشرف 20 نقطة. أفلاطون. إيه رأيكم؟ مش عارفين، ولكن محظوظين، لأن أفلاطون إجابة خاطئة. احتمال تخطفوا 20 نقطة. مين اللي هيجاوب؟ زياد. أرسطو. أرسطو المعلم الأول. إجابة صحيحة. أرسطو الإجابة الصحيحة، 20 نقطة خطفتها مدرسة عاطف بركات من المعادي العسكرية.